نشأت وترعرعت في بيئة كانت كلها عنف، يعني إذا بدي أتذكر لا عشت طفولة ولا مراهقة ولا شباب. هناك الطفل بنولد كبير، بنولد كبير يعني ما بشعر بهاي المراحل بمروا فيها الأطفال العالم أو الناس بشكل عام في كل العالم. حادثة إطلاق النار على زوجي وأولادي، هم عائدين المدرسة، فأولادي شافوا أبوهم مصاب. الصدمة الشديدة اللي تعرضوا لها أولادي وردة الفعل العنيفة اللي كانت اللي لهم من وراء من جراء هذا الحادث صدمتني أنا أكثر، لأنه أثرت في سلوكهم، أثرت في شخصياتهم، أثرت في تحصيلهم العلمي. شعرت أني لحالي وحيدة في أني أنا أقوم بإخراج أولادي من هذه الصدمة. ما في معلمين تجاوبوا معنا، صرنا نعمل ألعاب بالبيت ونجيب أولاد الجيران يلعبوا مع أولادي يلعبوا فيها. بعدين صار أولادي شوي ثقتهم بنفسهم تزيد، صاروا اجتماعيين أكثر، ينظموا هاي الألعاب بساحة العمارة. التحصيل الدراسي يتغير، الثقة بنفسهم صارت تتغير. ما بعد الحادثة حولت من تخصص مختلف كليا للمرحلة الأساسية، لأنه قلت بما أني أنا ما لقيت لا أي حدا يتعاون معي من المعلمين، كنت أنا أولا قبل ما أكون معلم مرشد نفسي واجتماعي ثم معلم وتربو. أنا بالرب بعد ما نعلم لازم أتعامل معهم مع نفسياتهم ومع سلوكياتهم اللي هي فرضها عليهم المحيط أو تدخل فيها المحيط في هاي السلوكيات. ممكن تكون ما تكون عنف ضرب، العنف له أشكال مختلفة، عائق بحد من أنه إحنا المعلمين نكون بدورنا. كمان النفسي وحالة اللي يعني تخيل أصلاً الطفل الطبيعي أو الطالب الطبيعي لما يكون رافض إشي نفسي صعب يتقبل، فما بالك في حالة كرم كمان أصلاً هو ضعيف. فانتبهت لحالة كرم إنه كرم بيرفض يتجاوب مع الطلاب، بيرفض يتقبلهم، بيلعبش معهم، عدائي. فهون إجت دور ست حنان، هون بدأ دورها مع كرم. الأرقام، الحساب، صار يغني، صار ينشد، صدق حاله حتى أنه صوته حلو، صار له أصحاب. اختلف الأمان، اختلف بشكل كبير، وفضل كبير لست حنان في تغيير شخصية كرم. وضعت في عقلي لازم أنا أهتم بكل طفل ممكن يتعرض لحادثة مثل هيك، وممكن ما يتعرض لها بشكل مباشر، هو ممكن ضرب أو اعتقال، حواجز، اللي بشوفه على القتل، اللي بشوفه على الشاشات عنف، اللي بشوفه على الإنترنت على محطات التواصل الاجتماعي كلها بشوفه هذا عنف. هذا بيأثر في سلوكياتهم وبيأثر في تحصيلهم الأكاديمي. كل هذا أنا قرأته بشكل عام. لا للعنف، طبقته بأول بصفي من أول لحظة. أنا بقول لا للعنف، بمررها بطريقة بدون ما يشعر فيها الطالب، بسلوكيات، بأخلاقيات بتعلمها الطالب تدريجيا عن طريق اللعب. اللعبة لها قوانين وأنظمة، ولكل طالب في المجموعة بده يشارك في اللعبة سواء جماعية لكل الصف أو كمجموعتين لصف. بحور المنهاج، بجير المنهاج لصالح طالبي ولصالح شخصيات طلابي ولصالح منهج اللي أنا بتبعه اللي هو لا للعنف ولصالح إحداث التغييرات في السلوكيات. بجيره وبحوره وببسط المنهاج لصالح كل هاي الأشياء اللي أنا بقول لك عنها أو المنهجية اللي أنا بشتغل عليها. نلعب ونتعلم، نلعب ونتعلم، نلعب ونتعلم. تعملنا درس على شكل قصة، على شكل مسرحية، طريقة إحنا نفهمها. حنان ابتكرت أساليب التعزيز المميزة، ليس تعزيز ممتاز أو نجمة، لا، حنان
الآن تخير الطالب، تناجي أخلاقياتهم، من يريد أن يأخذ الكنز، وهذا كل هذه الأساليب أثرت إيجابياً على تحصيل طلبتنا. فكانوا يجيبوا بيدربوا عندي معلمين، مدراء مدارس، مشرفين، ليطلعوا على الأسلوب اللي أنا بشتغل فيه والنهج اللي أنا بشتغل فيه. حنان تحاكي روح الطفل، حنان تعمل على أخلاقيات هذا الطفل، فما تقوم به حنان من أساليب حقيقة أثرت وانعكست إيجابياً. بوجه لحنان كلمة بشكرها لأنها مرقت في حياتي، لأنها هي نموذج رائع للمعلمين، تعلمت منها كثير. أكثر الشغلتين تعلمتها روح التحدي عند مس حنان. احنا الفلسطينيين شعب بنعاني من كل المعيقات، كل اشكال المعيقات والاحباطات، بنعاني من عنف فرض علينا، مش بايدنا اخترناه، ما اخترناه احنا. بدنا نعيش بسلام، بدنا اطفالنا يعيشوا بسلام، بدنا يشعروا بطفولتهم. بحكي يعني لكل معلم فلسطيني او باي مكان موجود، باي مكان بالعالم، وظيفتنا ومهنتنا بالذات مهنه ساميه، نعلم الاجيال كلها. احنا سلاحنا القوي العلم، العلم والتعليم هو سلاحنا القوي، هو اللي بيخلينا نرجع ما سلب منا. ما سلب منا بجهل، بالجهل اللي كان موجود، ولن نسترجع